بسم الله، السلام عليكم. كلكم عيدكم مبروك، كل عام وانتم بخير، يتعد عليكم ان شاء الله بالصحه والهنا والخير والبركه. فالا واللي ما ذبحوش نقولهم ما تزحفوش، مازال الخير قدام والصح في الصحه. كي تكون الصحه ذاك هو الصح، الشيء الاخر كامل زياده. وإلا انا نعرف ناس يذبحوا بالزوج بالثلاثه، كي ما عندهمش الصحه ما عندهم حتى بنه. شوفوا هذا وليدي، شوفوا راح ليه الكبش، شوفوا راح ليه الخروف، شوفوا راح خايف منه، شوفوا راه داير حلا بالبكا. واش نقول لكم خاف منه؟ شوفوا شوفوا هنايا بعد ما جينا الصباح كي رحنا صلينا وجينا، شوفوا ناس يقنع عليه راه يستنى مسكين. شوفوا الزوج تاعي راح يذبح للجيران، انا نستناو يجي باش يذبح لنا حنا تاني، هو تاني راه يستنى مسكين. شوفوا انا غيرني مسكين، كذبش عليكم نحبش نشوفو قوا ينبح. شوفوا وجا الهاجر، شوفوا يحب هاجر، شحال يحب هاجر. ان شاء الله بالصحه والهنا، ان شاء الله ينعاد علينا بالصحه والهنا، ان شاء الله ربي يرفد علينا هذا الوباء، ان شاء الله ربي يحمي بلادنا ويحفظها. شوفوا ولادي راهم دايرين معاه حاله، راهم دايرين عليه الداله، كل مره يجي ليه واحد يلعب معاه. وحنا صلينا وجينا في الجامع، ومن بعد كي جيت خبزت المطلع تاعي، ومن بعد هاني جيت ليه. شوفوا شوفوا وليدي شحال يخاف منه، يخاف منه وليدي. حطوا بابا هنا قدامه بس يخاف منه، واش نقول لكم. شوفوا يا هاجر، هاجر ما تخافش، هاجر تروح حتى لعنده ما تخافش منه كامل. فعلا هذا هو خريفنا، ما نكذبش عليكم الحيت جهايش حتى بني جهايل، جات في وحده البنه واش نقول لكم، باش عمي شفت هذيك البنه الله يعجبني. شوفوا وليدي وليدي راه يخزر بالزعاف، شوفوا شفتوا زحفان احلى اللي حطوا باباه قدام الخروف. او هنا ذبحناه ان شاء الله بالصحه والهنا. ذبحناه في السقيفة، ذبحناهش برا، ذبحنا غير هنا في السقيفة الداخل، كاينة من مجاري، بعد نعاودو نسيقو هذاك الدم كامل يروح في المجاري، ما يبقاش ما يبانش. كيما كتشوفو عندي غير سقيفة صغيرة بصح سلكتني، ذبحنا فيها سلخنا فيها واش نقولكم، سلكتني. فوالا شوفو دوكا راني طيبت ذاك المطلع تاعي وجدتو وحطيتو غطيتو حطيتو. جيت دوكا نقوم بالمهمة، شوفو دوكا هنايا نسلخو فيه، دي راه شاد معاه يعاون فيه، وانا تاني راني حابة نشوف، انا تاني حابة نسلخ، قالو تعاونو على البر والتقوى، غادي نذبحو نسلخ، قالو كان نخلي نصو في الهيدورة نسلخ، نحب نسلخ. شوفو شوفو هنا الهيدورة تاعي، شوف نبدا نسلك راسي نتعلم خير من نقعد نتفرج. دوكا رحنا المهمة الصعبة. دوكا بعد ما نحينا الدوار، شوفوا معايا لازم لكن لا ما كانش تيو قدامك غير ما كان له غير ميه، لا ما عندكش تيو تاع الماء غير ميه كاع ما تشقايلهاش. خاطر على لو كانت نشوف هي الاولى نفرخها في بيدو، مش الساشي باش ما نرميهاش في لابوب، لا لا باش تبقى البيئه تاعنا نقيه، نفرخها في بيدو ونديها نفرخها في طواليت ونرمي عليها الماء. شوفي هكا فرختها ومن بعد لا شوف دوك هذه نديها للطواليت ما نرميهاش في البيئه تاعنا باش البيئه تاعنا تبقى نقيه. شوفوا ان شاء الله كاع ديروا كيما هكذا باش تبقى البيئه تاعنا نقيه. هنا راني متعاونه على الدواره، هي راه تتلي وانا راني نقطع. شوفوا دوك هنايا درتها فوق الطابله باش نغسلها بالتيو، لازم الطابله خير، الطابله يولي هذاك الماء يروح، انت تغسلي داك الماء يروح، ماشي كيما كديريها في الباسينه ولا ديريها في بيدو يبقى لك هذاك الوسخ، يبقى غير عايم عليها وتوسخ لك كامل هذيك الكرشه. شوفي انا الكرشه ما نقيهاش، انا الكرشه نخليها هكا نغسلها برك، ما نحيلهاش داك الكحل راجلي يحبها كيما هكا. شوفوا بعد ما نقيتها في الطابله مليح مليح خويتها قبل من هذاك واش كاين فيها، ومن بعد رجعت غسلتها في الطابله، حطيتها في الطابله غسلتها مليح مليح، ومن بعد قلبتها نقيتها تاني مليح وعاودت قلبتها وحطيتها في الباسينه تاع الماء، بعد ما نقيتها حطيتها في الباسينه تاع الماء. شوفوا هذا النص الاخر اللي بقى لي تاني، شوفوا فوالا هاك الطابله خير من الباسينه، نقي في الطابله خير من الباسينه، نقيها كاع مليح مليح باش نحطها في الباسينه.
شوفي وكي يكون هذاك، شوفي دوكا راني رجعت متوسخ البيئة تاعنا. شوفي دوكا هاني، شوفي دوكا راني رحت لهذا، شوفوا هذا يحكوا لنا عليهم بكري، كنا طلعك 7 سعدات تاني نقيه في البيدو ما نقيهش في الارض. وانا راني قاعده انا والدراري راهم كامل دايرين بيا، لكن اللي شوفوا الحاجه اللي تكون مسخه بزاف نقيها في البيدو ومن بعد نرجع نحطها في الطابله. شوفوا دي بنتي هاجر دات البسوري وقعدت تاع تاع لي جوي تاعها شاطره قطعت وهنايا شوفوا نقيهم فوق فوق الطابله ونزيد نقيهم مليح باش هذاك الزبل ما يعومش عليا في الارض. راني قاعده في لاكور وتولي دنتي قاع مزبله هكذا، نبقى قاعده في النقا ونقي في النقا. شوف دوك هذا تاني هذا الزبل تاعك، ومن بعد نرجع ومن بعد نرجع هنا في الطابله. شوفي شوفوا ها شوفوا بنقي في الطابله، شوفوا الارض عندي كيف راهي نقيه ما كاش كان مسخ كاين الماء برك. نزيد النقيه مليح هنا في الطابله ومن بعد نحطه في الباسين ونخلي بنتي تزيد تقوم بالمهمه الاخرى. والمصارن تجيبو زوج جمواسي فلقو المصارن، المصارن نغسلهم بصح ما نخلي فلقوهم فوالا. شوفو كيفاش نقيه مليح مليح، شوفو التيو يعاون، التيو العين تعاون العين والله غير العين تاعك. انا بالنسبة للي ما عندهاش العين الدوارة غير تروح ديرها في الساشي ترميها، مهما غسلتيها ونقيتيها تبقى فيها المرورية تبقى مرة كيما تغسليهش بالماء مليح. شوفوا دوك راني رجعت هنا اللي درت فيها التيو، شوفوا انا قسمتها هنايا قسمتها على زوج، حبيت نديرها كامله باش ما تعينيش والطابله تاعي صغيره دونك تشوف السقيفه تاعي غير صغيره مش كبيره، تما ما نقدرش ندير طابله كبيره. شوفوا راح نديرها تاني في البيدو، نسيل هذاك الوسخ الاول في البيدو ومن بعد من تما كي تبقى غير حاجه قليله نخليها تسير في الارض. شوفوا باش تبقى لي الارض تاعي مع الزايره راهم يدوروا ما يزبلوش عليا. شوفوا يبقى غير الماء قيرح في المجيريه وصايي. شوفوا بنتي من يتعاون فيا ترفد لي فلان منا، راني انا وبنتي متعاونين. شوفي الاخرى راهي توجد لي واش نطيب، توجد لي في البصل والطوماطيش والثوم وكامل. شوفوا وهذه راهي تعاونني راهي تخدم معايا في الاخرى، والاخرى انا متعاونين كيف راكم تشوفوا راني نقيتها راني نقي فيها. شوفوا نصها وراه مازال ما نقيتوش، شوفي هكذا شحرج لك بيضه وشابه دوكا كنقيها ومن بعد بناتي يجيبوا لها الماس ويفلقوها وصاي. شوفي دوكا هذاك الشويه هذاك ملهيكه، شوفوا قعد لي قعد دوكا نحيه نقطع واحد ونحط هذه اللي تنقات اللي بناتي فلقوها، وهذه نعاود ندير لها تيو باش تزيد تتنقى تروح لها كامل الصفر. دوكا نخليها كصفرة تجيني مره شوفوا ومن بعد نديرو لها الماء فوقها كاع واش الحكا كاع كاش وسخ ولا تنقى ما تقعدلناش فيها كاع بنت المرورية. شوف شوفو هكذا هذا لازم نقطعو ونعاود نقيه وحدو مازال لي صفر مازال لي صفر، ويشدني لو كان نقعد كيما هكذا. دوك هذه نعطيها لبناتي يفلقوها، نقيتها بصح ما نخليهاش هكذا لازم نفلقها فهلا. دوك نعطيها لبناتي يفلقوها نقطعها على زوج ونخليهم يفلقوها. هي من الاحسن تقطعيها على 3 ولا على 4 باش ما تعيك. شوفي انا قطعتها غير على زوج عيتني بزاف، شوفي شحال طولت معاها باش مشى فيها الماء مع مانيش حابه نزيد للعين باش ما تطيضين باش ما تقوليش المسار راني دايره العين غير. شوفي كي نقيتها شوف شحال دوك يفلقوها برك. دوك هذا نزيد له هذا اللي قعد لي صفر نزيد له باش حتى كي يشوفوا بيض صايب باش نحي له التيه. شوفوا خليته غير وحده باش ما يعينيش. شوفوا دوك بنتي راهي تفلق، بناتي راهم يفلقوا دوك في الاخرى اللي نقلي، ومن بعد نروحو نتعاونو على الفطور، نتعاونو على الشوا تاع الكبده، نشوا الكبده ونطيبو نطيب الغنوك في الكوكوط. ما حبيتش نصور لكم الفطور علاه على بالي بلي كاع الناس عندهم التقاليد تاعهم وكاع الناس عندهم واش كل واحد وكيفاش يطيب في العيد، هذاك علاه ما حبيتش نحكم الطياب تاعكم. كل وحده تطيب كيما تعرف وكل وحده تطيب كيما شايفه ماليها تطيب وكيما شايفه عجوزتها تطيب. ما تسلطيش في الطياب تاع العيد، الطياب تاع العيد خليه تقليدي خليه كيما هو. طياب تاع العيد ديما طيبي كيما شفتي يماك تطيب ولا كيما شفتي عجوزتك تطيب، تروحيش كيما نقولوا تروحي تتفرجي على اليوتيوب ولا كيفهم يديروا كيف راهم يخلطوا برك. خلي الطياب تاع العيد يبقى تقليدي تخلطيش فيه فوالا. شوفوني بعد ما نقيتها هذه بنتي هذا وليدي راهم مخلوعين في ذاك البوزلوف. واش نقول لكم نقول لكم مع السلامة. Thank you.